السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني الفضلاء، إخواتي الفضلاء، مشاهدي مشاهدات، نتواجدوا في حي بعارير إقليم تاريدان. حاليا عند معز كاين واحد صاحبنا القديم عندنا هنا السعد الطيف حيدا رئيس، فشرفنا بسميتك السعد الطيف حيدا رئيس جمعية الدكان لبائع الدراجات النارية والعادية بتارودانت دوارنا دوار البعارير هنا مباشرة من دوار البعارير الفوقانيين جماعة الزاوية سيدي الطاهر تقليد تارودانت. حنا كنتواجدو هنا بالمحل ديالي اللي كان فاش كنعمل هنا بأعزاء الدرجات النارية العادية مع السي الحاج هنا كما كتلاحظوا. ها هو هذا المحل ديالنا. أهلا وسهلا بكم. حنا يلاه كنا واحد الطاجين على الفاخر. أييه كنا الطاجين وخيرت بهم ناس الحمد لله ناس كرماء اللهم بارك. هاد الناس كلهم كرماء تبارك الله. الله يبارك فيك. الجو هنا زوين، الجو هنا راه سخون شوية ولكن الحمد لله أجواء جميلة جدا. البلاد واحد شويه عرفنا بالبلاد هي فلاحيه مسبقا هي فلاحيه البلاد والبلاد كتعاني واحد شويه راكم عارفين عدم تساقط الامطار على كل شيء كاينينش وجا الوباء ديال كورونا حتى هو ازمه شويه ولكن الحمد لله دايرين سميتو دايرين قايمين بالواجب ديالنا ودايرين الاحتياط ديالنا مطبقين الوقايه اوامر ديال السلطات المحليه تحت اشراف صاحب الجلاله وحنا جنود مجندين ورئيس صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله وايده. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم. شكرا تحياتي. الله يجزيكم بخير.